نعم كوثر، ما اتضح هو أن الحزب المتصدر يتجه رأسا إلى تشكيل الحكومة. نتحدث عن الحزب الشعبي الإسباني المحافظ أو اليمين المعتدل، هذا الحزب الذي كان في المعارضة، ونحن نعلم أن هذه الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الحكومة وهو في ذات الوقت زعيم الحزب الاشتراكي قد حصل في هذه الانتخابات على 122 مقعدا فقط، وبالتالي القراءة السياسية للبرلمان الإسباني وللتكتل المقبل هو أن المعارضة ستكون قوية، بمعنى أن الحكومة على بيدرو على ألبرتو فيخو أن يقوم الآن بتشكيل حكومته، والأكيد أنه سيتحالف مع حزب بوكس وتبقى له فقط 7 مقاعد سيحظى بها من التكتلات الصغرى. لكن الإشكالية كوثر لا تكمن هنا، لا بل تكمن في طريقة استمرارية هذه الحكومة. هل ستستطيع أن تصبر أمام معارضة قوية حيث الفارق بسيط جدا؟ هذا إذا ما نجح ألبرتو فيخو في تشكيل الحكومة. لماذا؟ لأنه لو تعنتت الأحزاب الصغرى فإنه كذلك ستصبح معضلة أمام تشكيل الحكومة. هنا هل تتجه القراءة الثانية إذا ما فشل ألبرتو فيخو في تشكيل الحكومة إلى العودة إلى اليسار وإلى شانزيز من أجل تشكيل الحكومة، أو التحدي والذهاب مرة أخرى إلى صناديق الاختراع؟ وبالتالي العملية كوثر تقريبا معقدة، لكن فيها مجموعة من القراءات. هو أن اليمين المعتدل يعود إلى السلطة، اليمين المتشدد كذلك يمكن أن بالأكيد سيتحالف مع الحزب المتصدر، لكن اليمين المتشدد كان قد حصل في الانتخابات الماضية على أكثر من هذه المقاعد التي حصل عليها يوم أمس وهي 33 مقعدا، وفقد بالتالي مقارنة مع الانتخابات الماضية 19 مقعدا. بالتالي هناك تراجع لليمين المتشدد على مستوى الدوائر الانتخابية وصناديق الاقتراع، لكن كذلك لديه حضور الآن في التحالف الحكومي، وهذا التحالف الحكومي إذا ما نجح سيكون بمرارة اليمين المتشدد على اعتبار أنه العصب والشريان داخل الحكومة. بمجرد انسحاب تسقط الحكومة، وبالتالي يستطيع اليمين المتشدد إذا ما نجح ألبرتو فيخو في تشكيل الحكومة في فرض أدبياته السياسية إنجاز الوصف كوثر، وبالتالي المرحلة السياسية تبدو فيها الكثير من القراءات هنا في المشهد الإسباني. محمد الفنيش مراسل غد كنت معنا من مدريد، شكرا لك.